بس انا تصدقني الله تعالى تامين سبل العيش وحياه كريمه دون حاجه لمنه من احد. المشروع سيوجه لك انت مجلس اداره منكم. اعلنا اليوم عن افتتاح جمعيه السلام لرعاية معوقي الحرب وذوي الإعاقات الدائمة ممن أصيبوا في المعارك والحروب، وتعبيرا منا عن الاهتمام بهذه الشريحة سعينا لإطلاق هذه الجمعية لتنظيم شؤونهم، وإن شاء الله نحن في مجلس المحافظة سيكون لنا دور رعاية هذه الجمعية والسعي لتأمين فرص عمل كريمة لأفراد هذه الجمعية لتضمن لهم حياة حرة كريمة. صوت على أحد جبهة الشيخ مسكين بصاروخ حراري، وتم انتماء إلى جمعية السلام للمتضررين الحرب من ذوي الإعاقات الدائمة. أغلب الرابطات تجي تصور وظل ماشي بينا تصور ولا كأنه بجريح يصوروا وظل القاء ماشي منظمات الداخل. يعني اغلب الاخوه الجرحى عندهم اطفال، عندنا اطفال يعني ما فيش قدره تعيش، وبتعرف وضعه كله معيشه غاليه وما حد يطلع. يعني بالاخير بدي اقول لك ما حداش طلع علينا، زتينا ما حد طلع علينا. تفاصيل مركب سياره حق 50000 دولار 60000 دولار، والعنصر من عند امه ولا ابوه ولا معه ولا معيوك. ليش طيب؟ هذا ظلم هذا. بتروح بدك تتوظف ويقولوا لك يا اخي انت امورك بخير، شو امورك بخير مع ست مبارن شو امورك وزير يعني. طبعا حاليا عندنا اعداد قاعده تتزايد، حاليا عندنا عدد مبدئي 85 اعاقه، 85 اعاقه. اصدرنا كل الاوراق الخاصه والتراخيص من المحافظه ومن مجلس المحافظه. نامل ان الجهات الداعمه انها تكون معانا، توقف معانا، تؤدي اي شيء متوفر عنده، اي واجب لها. الناس هاي كلها اعاقات دائمه وحابين انه يكون في خدمه للجميع ومشكورين.